لسه بتضرب الواد عوض؟ كبرت منه خلاص، اصلا ما عاوز اضربه هضربه. جبت منين الكلمه دي؟ ده نط من الخداوي. ماشي يا بطل، تعرف انا بحبك؟ اه. اكتر حد في الدنيا دي. انت قلبي. ايه يا حبيبتي؟ انا جالي الخبر، في واحدة شغلة الخداوي. هستناكي على الساعة 4 بعد العصر، أكون جبتلك اسمها وأحكيلك على كل حاجة بالتفصيل. مستنياكي وما تنسيش الحلاوة. أنت متأكدة إن في ست؟ عيب عليكي، وأنا إمتى يا حبيبتي قلتلك على حاجة وطلعت غلط؟ هستناكي. سلام. سلام يا عسل يا كيداهم أنت. هو انت لسه مزعلك؟ وانا؟ احنا مش بنشوفك كتير ليه؟ هو انت بتروح فين؟ انت بتعمل الحركة دي؟ انا قلت 100 مرة انها تربية الخداوي، انا زهقت. معلش يا فارس، شكله مش فاضي وشايف له شوفة اليومين دول. تعالي. نعم. انت قلتي المكنة نعمت؟ انت تعرف ايه عني؟ بتسأل عليا؟ عارف انا ناقصني ايه؟ حاسه بايه؟ مبسوطة مهمومة. تعرف ايه عني وعن بيتك؟ اعرف ان حسك عالي واترفع عليا، واعرف انك كل يوم بتزقني ناحيه حاجه انا مش عاوز اعملها، مش عشانك، عشان العيلين. واعرف انك رحت لزغروطه رغم اني محذرك وحالف عليكي. واعرف كمان انك لو ما لميتيش نفسك يا ادريه قسما بالله تعد ايامك في البيت ده على صوابع ايدك وصوابع ايدك الواحده. ابو فارس، أنا أبويا جاي دلوقتي وعايز يقعد معاك. أبوك على راسي ينور، لكن أنت حسابك يا أدريا بيتقل كل يوم. احذريني، أنا أدخل جوه لما يجي بلغيني.